تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله برقية تعزية ومواساة من فخامة الرئيس رمضان أحمد قاديروف رئيس جمهورية الشيشان الصديقة، وذلك في وفاة سمو الشيخ عائشة بن سلمان بن حمد آل خليفة حرم سمو الشيخ إبراهيم بن حمد بن عبد الله آل خليفة. وأعرب فخامة الرئيس الشيشاني في برقيته عن خالص تعازيه ومواساته لجلالة الملك المفدى، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ورضوانه ويسكنها فسيح جناته.